حاسه ان انا كنت بتحمس قوي ان انا في مره في يوم من الايام اعمل معاه حاجه, شوف هنطلع نعمل ايه في الاخر. من اول برايم بصراحه لما غنينا مع بعض, يعني في الكاستنج انا ما كنتش ملاحظه صوت دقدو, اه كان بيفتح بس كان بالنسبه لي ازعاج يعني طول الوقت. طب ايه, بس اول ما بدانا نغني وبدات انا غنيت افي ماريا ودخل دقدو, قالوا لي هيغني معاكي, قلت له هيغني معايا ايه, او هيغني افي ماريا هيغني ايه دقدو, فقالوا لي هيقول الاذان. طب اوكي يلا, بدا دقدو بقى وكانت الأشعارة الطول الأغنية. كنت مش عايزة, كنت عايزة أسكت كامل أروع برامي ده الأشعار اللي بدني كامل. لا لا أسمعت أنا يا الله بس تخشي من هون حبيبتي راح تشوفيها على يوتيوب. لا والله بجد يعني من الحاجات والله من الحاجات اللي بتعجبني قوي في دقدو على مدار الوقت. معرفش حصل إيه, دقدو الإنرجي بتاعته بدأت تقل تقل تقل, بدأت تطلع في الرياضة بس مش عارفه ليه بجد مش عارفه. يعني في الاول ده كان حابب كل حاجه بالرغم من اي سلبيات كانت بتجيله, من رغم من باد انرجي, من رغم ان يمكن ما كانش في ناس كتير قريبه منها, بس ده كان بيطلع وهي سيكينج اتنشن كتير. بس دلوقتي ده دو محسن منطوي على حاله جدا, بس بينزل يعمل رياضه, مشاهد ملوش نفس قوي, غنى ما بقاش يغني العالي اللي كان بيبهرنا كلنا, دقدو بقى يغني تحت بس. في حاجات غريبه ما اعرفش ايه اللي اثر عليك التاثير العجيب ده, بس فعلا زي ما هم بيقولوا يا ريت يرجع دقدو. حتى مش الكاس, انا ما اعرفش دقدو في اللي هو الاول اللي هو في ولا اول الاكاديمي ولا اللي هو في بدايات الدخول على النص كده, يعني ايام ما لسه رفع كان موجود ولسه كريم كان موجود, في النص مرحله كده قريبه قبل ما نوصل للنص, كان دقدو وصل لمكان انا كنت حاسه ان ايه ده, الله لو فعلا الانسان ده هيفجر الدنيا يعني ما شاء الله. بس وعنده روح الغنى لما في الدبكه بالذات اكتر واحد بحسه مستمتع عن مصر. جد بينسى كل الناس ومستمتع, وانا من الناس يعني بحمد ربنا ان انا ماشيه من برنامج وغنيت مع دقدو مره, لاني انا كنت متمزجه يعني بغني افي ماريا ومتسلطنه, دقدو بيقول جنبي انا وانا بقول افيا, وكنت بجد احساس مش سهل يعني. فبحسد كل الناس اللي طلعوا غنوا مع دقدو لانه فعلا بيخليك تستمتع وانت واقف جنبه, يعني بيديك بوزيتيف انرجي على المسرح حلوه جدا, غير مش بيبقى يعني بحسش ان هو عايز يغطي على اللي جنبه, غير مثلا في المسرح في الاول كان بيعمل اب ستيجنج كتير جدا, بس في الغنى بحسه لا يلا انا استمتع وانت استمتع. عن جد عن جد تحسه قلبه على اللي معاه, في فرق بينه على المسرح وبينه في عن جد يعني كغنى وكتمثيل. بس انما هو شخصيه يعني حلوه جدا, في الاول كنت فاكراه مغرور قوي, كنت الله يحميني والله, بس بعد كده بقت بالنسبه لي حاجه مزحه عادي, لا تضحك والله يحميني مزحة. وكلنا ويعني اتحدى اي حد ان هو ما عادش في مره وقعد يقول ايه ده الله عليا, اكيد مستحيل يعني مستحيل يعني. فالفرق بس ان دقدو ما اتكسفش ان هو يطلعها لبره, ودي حاجه حلوه يعني. انا ساعات بقول الله بس ما بقعدش قدام الناس اقول الله, هيقولوا لي ايه الغرور اللي انت فيه ده, انا ما احبش حد يوجه لي كلمه زي كده, انما هو ما اتكسفش وقال وفي الاخر, وبعد كده احنا تعودنا عليها. فلما بيعمل حاجه بقينا كلنا نقول الله يا دقدو الله يحميك الله يحميك خلاص. ايه لا بس لا يعني لا ربنا يحميه والله, هو شخصية جميلة بس في حاجة مأثرة عليه مخليه دقدو اللي احنا عايزينه يبقى موجود مش موجود. بصير اضيف شغلة طب صغيرة بس اشي ايه لو بدي اقول له اياه, لما كنت نمني الاسبوع الماضي كنت ترجاني اني اضل وخليكي وان شاء الله وابصر شو وابصر شو علمك, لما كان نمني رجع دقدو تاني بنصحكم والله. لما كان نمني وحياة امي رجع فجأة الاوف, انا لما ارجع هعمل وهسوي, وبلقيت دقدوق كده, بعد كده رجع دقدوق كده دقدوق رحت فين يا دقدوق, بس عنده افكار خطيره جدا. اه عن جد انا لما طلع دريجال صراحه عنده طيرنا طيرنا لا بس بدي اقول لك يعني اسمع وتقول لي تعي وارجع وشرفك وبعمل لك وبسوي لك وبنضل وهيك, ولا كاني بعرفك هالاسبوع ولا هيك, انت بمال وانا بمال عن جد يعني مش حلوه اطلع انا مثلا هالاسبوع وانت هيك وانا هيك عن جد. شفتوا مرتين بهالاسبوع جيلبرت كل ما وقت الفل دقدوق يعني. اول ما بلشنا كلنا بنعرف انه ما كنا يطيقوا بعض كهربا, كنت ما بعرف يعني انا ديفرنت, لك دائما بس تفوت محل في ناس من ديفرنت
cultures من غير طريقة تفكير different mentalities different يعني طريقة بتفكير غير يعني عن بعض فما ما فيك تعرف كل واحد كيف بس شو بيقولوا بعد ما بعد العاصفة بعد العاصفة بيقولوا بالترانسليتنج غير لا تمبيت لبوتان بعد ما تصير العاصفة بيصير طقس حلو بعد الشتوية ربيع هلا اللي صار انه نحن جبنا الربيع بعتقد لانه وصلنا قلت له لدقدو قلت له طب اذا نحن عم شو عم نتخانق كل مره ونتشارع او whatever انه تعا نعمل it was my idea انه تعا you wanna fight we'll give you a fight انه بدكم مشكل نعطيكم مشكل ومن وقت هيدا المشكل لليوم بعتقد انه دقدو كتير تغير معي صار يعني يعني بس اعمل كافي يجي يشرب كافي معي بس اعمل يلا اشرب شوي يلا انه صار في مثل كوميونيكيشن غير صار انه تحس دقدو يمكن هو هيك كان كل الوقت وانا ما كنت عارف بس يمكن انا ما عرفت كيف اتعامل معك يمكن من الاول بس جود كيد جود فلا منك اكيد عندك هالاشياء الله يحميني وكذا بس انه اتس اوكي يعني بعتقد كل واحد عنده تالنتس يمكن بيقولها هي من جوا بس ما بيطلعها انت بس بتطلعها لبرا وبس هيك يعني حتى على الستيج لما لعبنا مره كنا على الستيج مع بعض لعب جيتار معي ما حسيت انه زياده عن زوم عادي it was very very nice و very بسطنا يعني ان شاء الله again بس هيك اذا قلت لك ايش العاطله انه خلص يعني ما عنده من وين جود يا زبير؟ كنا نعزف استنى استنى انا اول حاجه بسالها كنا مره بنتدرب هنا في بدايات فاني فن يعني تنبسط معه على الستيج انه خلص بس يا خليل قال 70 مره من عيونه بتحط قال له انت رافع طلعوا علي انا رح اكون ورا الكاميرا كان بيعمل هيك وهو رجله بقى كده رجله على الجيتار احنا كنا ستين فرافع بيبص لقرايبه فوق بصي خليل فهو شو توصي خليل عيني يومها بس مرة بس يعملنا بس تقعد مع دادو الأيام اللي بحب شو كافي وتحكي بعتقد بتصير تعرفوا أكثر القهوة بعتقد هي بتمزقوا هيك أوكي الأيام اللي بحب صيغة دادو يعني مش بتضايق منها في ساعات بيضايق كده لو في ساعات بقى بتبقى بيطلع منه رياكشنات فظيعة كنا مرة قاعدين هنا بنتدرب على أغنية والعالي بتاع دادو اللي هو متوقعين إن طبق يجيبها يعني خلاص دادو مش عارف وانا وعبد السلام نقول له ده دو ايه يا حبيبي كذا بنقولها له عادي جدا وهو ضايع مش عارف يقول خالص فعشان ما يكسفش نفسه واحنا كلنا بنغني صح فغنى كده وراح قال حاجه تحت كده فاحنا قاعدين ده دو بيعمل ايه ده دو بيقول اوكتاف اقل مش عارف يقول اللي فوق ليه فخلص الاوكتاف فمشي خليل هيبدا يقول له اوكي بس احنا قال له بس شفت القرار ايه رايك القرار الله عليا الله يحميني القرار حلو فطبعا كل ما يمسك خليل مهد اللي هو عايز اقول له ده دوق شفت قرار هو يعني هو يا جلبير بعد احكي له عن غنيه ذيك المره كانت عنده غنيه بالفرنسي وقال قعد يشارع يشارع فكرته يمزح ده دوق لا مستحيل لكن ايش كيسون جولي اللي في دومبي في على دلعونه ومصمم صور احنا عم نغني اكل سونجوي اللي في دو مون بيي وعلى دلعون وعلى دلعون قالوا بشرف قريب وتفهم يا مسيو خليل نفسه يا عم خليل ولا شفتوش المره اللي فاتت هو بيتدرب على ام سد دمو رئيس قالوا بشرفك فكرنا يمزح صور دلعون واكل سونجوي اللي في دو مون بيي الله طيب حاجه ثانيه بعيدا عن يعني تمو سد دمو رئيس دقدو يعني مع ان كان في ولاد كتير جدا بتحس انه اكتر واحد يعني انه شكله ابضاي وكده بس اكتر واحد متدلع دقدو يعني ده اللي لاحظته انه مش بيعرف يعمل كوباية قهوة مش بيعرف يحط يعني التقليب اخره يعني مع انه اكتر واحد كان جاي شكله كده وشكله بقى يعني عايش لوحده بقى ورجل على رجل بيعرف يعمل كل حاجة في الدنيا ده دوق طلع متدلع دلع غريب لا رافع مدعوك دعك انا شايفة طيب افتكر هي اول مرة بحياته ده يسمع بضله ساكت لهلا انت وقت طويل ولو تعرفوا قديش عنده اشياء يقولها وعم بيبلع عم بيحط على الجرح هيدي بكره نيكست سيشن دورك ثانك يو دقدوق مين بعد ما مرق انا وجد انا مسمو اوكي بس مسمو انت لا احمد ميدا ميدا طلعيها نزال ميدا ميدا البس الطربوسه ليلي 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 والله كثير لفقت لك الله يحفظك كان في كرتون ايه عامل كده طبعا باباي
لا مش باباي. لا باباي. هلا وكانت امبارح وصلت ابكر. كنت عملت بحر صغير. كنت عملت اب ستيجي لابني. يلا بلش. ابوك سنتي. يلا بلش. سنتي. بلش. دخلتي بوداني. لا بلش ميدو. ميدو. احمد. نسمع. بلش ليه تيجي تمطي؟ لا احمد يعرف انا اسمها من قبل؟ لا يوه لا من تاني كاستنج بس ما تطول لا بس عرفوا بعضهم بمصر يعني جيلبرت جيلبرت بلش احسن حكينا مرتين هو التليفون حكينا مرتين يلا جيلبرت بلش يلا نسمة خلينا في الاخر يلا احكي نسمة بال she turns out to be a sisma ما بالله يعني she's a sister هلا today منها بس إنه just كلنا أخوي بس نسمع هاد هيك بس واحد put a stamp on something خلاص this is it for life نسمع بالكاستينج كان لما everybody is singing first I was afraid I was petrified first I was afraid I was okay nice good voice but I didn't expect anything of her anything يعني I thought it was just okay she sings in English لما I was in the hotel room عم بسمع I was like who's this music had the, somebody's playing and it's repeating I was like somebody's playing a track بعدين عم مدري كيف لما جينا the first time back هون to the لما جابونا وطلعت نسمع stage انا عملت هيك Ave Maria خلص this is it and Ave Maria in particular it reminds me of my late aunt it reminds me of يعني this song in particular في عندها كتير trace in my heart and in my head memory بس in spite of all that once you get to know her once you get to cook with her you get to know her عن جد لا cooking with someone is like living with someone it shows it 10 times more very يعني very motivation يعني بتعطيك الانرجي this is good يلا ايوه بقى whatever you know those words right? but it gives you هيك a nice spirit to know and negativeness ما يعني مره مرتين وقلت لك what was that بس ما في ما بينحكى فيها something small لا about the phantom back in the days بس I understand any countryman would have done the same thing من نوجد so you did it بقول لك ايه انت خلاص exactly okay ف love you sis بس هيك تفضل غيري لا ما حد حكى كمان نسمع ما بعرفها كثير هي اخر فتره تقربنا من بعض كثير بس هي اول حدا تعرفت عليه بالكاستينج هي حنونة كتير يعني بتحسها فيها دفع يعني ضايق نفسي كتير ما نقدر نحكي ما بعرف محنوة كتير كملي لأن هلا إذا في شيء تاني بدك تحكيه نرجع كملي نسمع مهاولات نسمك من أطيب البنات اللي قابلتهم في حياتي من عمري يعني من عمرنا إحنا كثير طيوبة كثير حنونة وكثير بتستوعب الشخص اللي قبالها وبتحاول إنها تكون هي حتى مش بتحاول هي already السايد البوزيتيف من أي friendship بحسها هي دائما السايد البوزيتيف كتير بحسها she's full of life بتحسها عن جد صاحبة كتير منيحة بتحب تسمع كتير مش بس تسمع لتساعدك وهذا إشي أنا كتير بحبه في الشخص إنه يسمع ليساعد مش فضول she's very talented وعن جد في كل إشي بتعمله في إلها إشي مميز بميزها عن غيرها بالغنى بالتمثيل بالرقص طريقة حكيها في كل إشي she's very special وعقلة كتير بتفكر